السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مجددا في لقائنا لهذه الحلقة في ظلال الأحداث، والتي نسلط فيها الدائرة بكاملها في ظلال الأحداث على المشهد الأمني وليس المشهد السياسي، وإن كان المشهد الأمني هو جزء من المشهد السياسي الذي تعيشه البلد بشكل عام. قبل أن ألج حقيقة في بعض المواضيع التي تدارسها ووجهها إلى ضيفي في هذا اللقاء مدير أمن محافظة تعز، أحب أن أوجه نداء إلى الأخوة السادة المشاهدين أننا بعد زيارتنا التي دامت لمدة تقريبا أسبوع في محافظة تعز والتقينا بجميع الوجهات أو بأكثر الوجهات في المدينة، سنتوجه إلى محافظة مارب، وبذلك أنا أوجه النداء إلى أكثر الشخصيات في أهل مارب من الشخصيات الاجتماعية، بأن هذا النداء نوجه إليهم بأننا سننتقل إلى المحافظة لنعرف ماذا يدور هنالك. يقول البعض أن البترول، أن الكهرباء مقطوعة من هنالك من طرف من الأطراف بسبب من الأسباب، نريد أن نتبين هذه الحقيقة. أوجه هذا النداء لكل من يستطيع أن يمدنا باسم وجهة من الوجهات أو شخصية من الشخصيات الاجتماعية باسمه ورقمه، يمكن ذلك عبر الموقع في الفيسبوك باسم محمد العامري. أعزائي المشاهدين، قبل هذا الفاصل كنت وجهت سؤالي إلى الأستاذ عبد الله عبدو قيران مدير أمن محافظة تعز، بما حصل في يوم 29/4 في محافظة تعز، ما يسميه البعض بالمحرقة التي طالت ساحة الحرية في المنطقة. كانت المنطقة تعج بالمعتصمين الذين كانوا يجلسون فيها، دامت لمدة شهور بالنسبة لهم، ثم بين عشية وضحاها لم يبقى في الساحة أحد، حرقت عليهم الخيام، صودرت بعض الأجهزة التي كانت في المستشفى، حصل بعض الضحايا في ذلك. ما تفسيركم للذي حصل؟ أنتم بين حقيقة بين جهتين، اسمح لي في هذا السؤال الطويل، بين جهة أمنية الواجب عليكم أن تحمونهم، وبين جهة البعض يتهمكم أنتم الذين حقيقة أحرقتم عليهم خيامهم. حقيقة هو كما تحدث سلفا، الجانب الإعلامي طغى في كثير من القضايا على الحقائق اللي هي في الميدان، وما حصل بالفعل يوم 29/5 كان له إرهاصات سابقة، هو لم يأتي وليد اللحظة فيما يخص يعني التعبئة التي كانت لدى الشباب في الساحات وبعض الأطراف التي لها مصلحة من تحقيق هذه النتيجة التي وصلنا إليها. فالأمر في البداية أقول أنه هناك حصلت كما تحدث اعتداءات على بعض الخروج لاقتحام بعض المنشآت، جاءت توجيهات لبعض الذين تواجدوا في هذه الساحات بأنهم انتقلوا من مرحلة التعبئة والعنف اللي هو للتحريض الشباب هؤلاء للانقضاض والاستيلاء على المنشآت إلى البدء التنفيذي، وهذا صرحوا فيه في وسائل الإعلام بما في ذلك فضائيات كثير من القادة للساحات الذين كانوا يتواجدون هناك، صرحوا فيها بأنهم انتقلوا إلى مرحلة ما سمي باستعادة السلطة وبالانتقال إلى مرحلة ما سموه الكفاح المسلح. هنا في يومي أو في تاريخ 11/5 بالذات حصل اقتحام ثلاث منشآت رئيسية، مكتب الخدمة المدنية حينما كانوا يوزعوا الوظائف، وأحرقوا ونهبوا بعض المحتويات التي كانت فيه، وحصل فيها إصابات وترتب عليها بين الجنود وبين الموظفين وبين أيضا الذين قاموا باقتحامها من المتظاهرين الذين خرجوا من الساحة. ما الذي جاء متأكدين أنهم المتظاهرين؟ مسيرة خرجت إلى هذا المكان، بس مسيرة من الساحة أنه في طرف ثالث يعمل في هي مسيرة وجهت وتم توجيهها من داخل الساحة إلى أن وصلت إلى هذا المكان، وتم حينها أيضا اختطاف موظفين من الخدمة المدنية وقضاياهم لا زالت في النيابة ومسجلة. نفس الأمر بالنسبة لقسم شرطة الجديري، كان بجوار المنطقة هذه، نفس المسيرة هاجمت هذه وأحرقته وأتلفت كل ما بداخله. وفي نفس اليوم أيضا 11/5 هوجم مكتب التربية والتعليم، وتم أيضا الاعتداء على الموظفين وإغلاقه بالسلاسل، وكتبت على البوابات مغلق من قبل الشعب،
هذا الأمر كان عبارة عن مؤشر للتوجه الذين بدأ فيه من يسيرون هذه الساحات خطواتهم العملية للانتقال من الاعتصام السلمي داخل الساحات إلى مرحلة العنف وإلى المواجهة. فما حصل في يوم 29 هناك حصلت بعدها تهيئات ومحاولات للوصول إلى بعض المنشآت الحكومية، آخرها كان يوم 29/5 وبالذات أو بالضبط الساعة 3:30 عصرا أعلن في الساحة وعبر مكبرات الصوت ومن المنصة بأننا يا شباب ويا جماهير سنتجه اليوم لاقتحام مبنى مديرية القاهرة. هذه مديرية القاهرة هي واحدة من مديريات المدينة، وبجانب هذه المديرية أيضا مبنى إدارة أمن المديرية في نفس المبنى. وبالفعل الساعة 5 عصرا خرجت المسيرة باتجاه المبنى، وحصل اشتباكات واصطدام معهم أمام مبنى المديرية ومع مبنى أمن المديرية، وحصل اشتباكات بين المعتصمين وبين قوات الأمن، بين المتظاهرين ليس يعني بين المتظاهرين أيوه، وحصل إطلاق نار من أكثر من جهة، ولدينا صور موثقة وكنا قد بثيناها في وسائل الإعلام. الجنود أغلقوا على أنفسهم وأحتموا بالمبنى وصعدوا إلى السطح، وكان لديهم أحجار فقط التي يستخدموها في البداية. يعني الآن أصبحت الصورة معكوسة بالنسبة لكم بداية. أنا أشرح لك، أنت سألتني، دعني أوضح لك وللأخوة المشاهدين حقيقة ما حصل يوم 29، لأنها فعلا ضخمت وأعطي لها زخم إعلامي داخلي وخارجي وعلى مستوى كل القنوات والوسائل الإعلامية. هنا حصل في هذا الأمر محاولات للاقتحام ولدخول المبنى عدة مرات، كان آخرها حوالي الساعة 6:30 أو 7:15 اقتحموا المبنى وحصل اشتباك بين الجميع، وهو كان بعد المغرب، وفي حصل إطلاق نار وسقط 4 ضحايا 4 قتلى وجرحى آخرين من المتظاهرين وأيضا جندي، وتم اختطاف 2 من الجنود. هذا بالضبط الساعة 7:15 ليلة يوم 29. بس ما الذي يخولكم كقوات أمن أن تستخدموا السلاح يا أسعد الله؟ لا السلاح ليس الحي. هذا الذي حصل، أنا بقول اقتحام والتحام. طيب التحام بين متظاهرين يعني يرفعون لافتات ورقيق لا قماشية. لا ليست ما هو هنا الفارق. أنا الذي أريد أن أميز بين ما معنى المسيرات السلمية أو المظاهرات وبين التوجيه هذه الساحة تحت مسمى المظاهرات للاعتداء على الآخرين والاقتحام ولانتهاك أعراضهم ولدخول هذه منشآت مؤمنة، وهذه منشآت هذه نقول تعتبر بالنسبة لنا من ثروات الشعب، يعني هذه مكتسبات الثورة والوحدة والديمقراطية، كل هذه المباني إذا احنا يعني أبحناها كما هم يطرحون على أنها مسموح لهم حتى وصلوا للشباب وللآخرين مفاهيم أنه من حقك أنت أن تقتحم هذه المنشآت بالقوة وأن تنهبها وأن تقتل أيضا، أصدروا فتوى أنه من حقه إذا اعترضوها الجنود أو أي شخص. هذه الأمور تحتاج إلى تثبت في هذا. هذا أمر موثق ليس ومقيد في فتوى في تقول أنه يجوز موجود أن تقتل العسكري، ولدينا الدليل وقدمناه إلى النيابة العامة بأنه من قاومهم يحق لهم أن يقاوم تحت مسمى أنه ومن اعتدى عندهم، كانوا يفسروها بالآية القرآنية من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى. بس قد يكون هذا فرد قالها أو لا، لم لكن تكن ثقافة عامة. طيب يا سيدي، احنا نقول ان هذه اصبحت ثقافة داخل الساحات لانهم افراد الذين يروجون لها، ليس الكل. وهناك اشخاص صرحوا لك انت شخصيا واخرين على انه اعتبروه دفاع شرعي عندما يروح للمبنى. هل انا سألت كثير؟ انا ما صرحوا لي شخصيا، سألت، انا شاهدت في احدى المقابلات التي معك ويقول فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فانا اقول اللي حاصل في أنا أعرف من تقصد أنت، هو لا يذكر هو أنه في المعتصمين، هو يذكر في يعني في 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 هو في 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 نفسه هو يتكلم. في كل الأحوال أنا لن أتحدث عن أشخاص بأسمائهم ولا يوجد لدي خصومة مع أي أحد، أنا أتحدث باسمي بصفتي كموظف دولة وبأدي واجبي هنا وبإنصاف محايد كما تحدثت أنت، لست متعصبا مع طرف ضد آخر ولا لمصلحة
في أن يهمني أن يكون هناك أمن واستقرار وأن أؤدي الأمانة هذا التي حملنا إياها. فالمسألة يا سيدي مع الأخوة المشاهدين أنه ما حصل في هذا اليوم كانت بداية المشكلة أن هذا المبنى هو الذي كما سموه أنهم بيقتحموه ويوجدوا فيه مقر لما يسمى بالمجلس الانتقالي، وهناك يبدأ السيطرة على المنشآت واحدة تلو الأخرى. كيف عرفتم هذه الحقائق؟ هناك عندنا من المعلومات من الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في الأمن السياسي في البحث الجنائي في الاستخبارات في الأمن القومي معلومات تؤكد هذه الخطة والسيناريو الذي على كيف مديرية القاهرة على اعتبار أنه مسلسل سيتم من خلاله يعني اقتحام والاستيلاء على هذه المنشآت وإسقاط محافظة تعز أو مدينة تعز، بل وأنهم صرحوا بهذا بعد ذلك بأنهم المسلحين استولوا على محافظة تعز، صرحوا في وسائل الإعلام ونقلتها. هذا تذكر أنت الآن الذي حصل مديرية القاهرة؟ أنا أتحدث عن بداية المشكلة. هذا المديرية القاهرة تبعد عن الساحة ما لا يزيد عن 120 متر، وكانت الحراسات والتي نضعها في هذا المكان حول الساحة، ومنها هذا المكان كانوا الأفراد يحموا الذين في الساحة أيضا. وجاءت قوات تم حينما حصل هذا الاقتحام على المبنى تم استدعاء قوات مكافحة الشباب على أساس التفريق، وصلت ما بعد المغرب، وحينها بعد اختطاف الجنود ودخولهم إلى الساحة كم اختطفوا جنود؟ اثنين من الجنود، يقال واحد من الجنود أرسل عليه غاز مسيل للدموع وأنه ما عاد عرف فأخذوه إلى الداخل. هذا طيب أنا أقول لك ما قاله الآخر. التقرير للطبيب في المستشفى نفسه الذي هو مستشفى الصفوة، وتقرير أيضا والكشافات والأشعة التي أظهرت الكسور التي في الأضلاع والطلقات اللي في الطلقة التي في الرجل والإصابات التي أغمي عليها هذا الواحد من الجنود الذي هو عزت، وهو من أبناء الحي هذا، يسكن في حي الروضة ومن أبناء محافظة تعز، واحد من جاء حينها مجموعة من الأخوان ومن ضمنهم الأستاذ مهدي أمين سامي على اعتبار أنهم لجنة وساطة لإخراج الجنود، وبالفعل كلفوا، وكان الأخ نائب مدير الأمن هو رئيس غرفة العمليات المشتركة العقيد عبد الحليم نعمان يتواصل معهم على مدار اللحظة على اعتبار أنهم سيتم الإفراج عن الجنود وإخراجهم وتسليمهم. واستمرت المفاوضة والجنود والذي هم مكلفين بمكافحة الشباب لا زالوا يعزلوا بين المنطقة هذه وبين مديرية القاهرة وبين الساحة إلى الساعة 12:30 من نفس الليلة. هنا خرج بعد ما كانوا يبلغوهم أنه سيتم الإفراج عنهم الآن بعد نصف ساعة بعد ساعة، خرج مجموعة من الذين كانوا داخل قالوا اللجنة مع الجنود محتجزين. الأفراد حينها اندفعوا تلقائيا، لم ينتظروا لا تعليمات ولا أوامر ولا مجموعة من الأفراد انطلقوا على اعتبار أنهم بيخرجوا زملائهم الذين موجودين داخل. عندما وصلت لهم معلومات أنه تم يعني تحشيم أو تكسير القفص الصدري لزملائهم بل وشفط الدماء يعني وركبوا فيها هذه، وبلغوهم بأنه تم أيضا إطلاق النار على واحد من الأفراد هذا. كيف شفط الدماء المصاصين؟ أنهم ركبوا جرعة وكذا وبيسحبوا منها من أحد الجنود الدم، هذا الذي وصلهم يعني المعلومات حينها. طيب وهذول انطلقوا بأسلحتهم إلى الساحة؟ لم تكن معهم أسلحة، هم مجموعة مكافحة شغب يعني مع العربة والمجموعة المكافحة الذين كانوا موجودين هناك بالقرب من الساحة بدون توجيهات رسمية؟ بدون توجيهات. طبعا يعتبر هذا مخالفة؟ طبعا مخالفة، لأنه بس هو حينما يصل الأمر إلى مرحلة بالنسبة للجندي هو بشر، وهو أيضا ممكن يضبط أعصابه. الآخر بشر كذلك. أنا خليني أكمل معك الحديث. هو الذي حصل انطلقوا، وحينما دخلوا إلى وصلوا إلى عند المستشفى كان حينها لم يعد إلا عدد قليل من الجمهور الذي في الساحة، لأنه حصل قبلها